واحد يقول تزوج في شهر 10 2006، وبعد زواجي تقريبا ب20 يوم وفاجأ بأن زوجتي تقول لي أرى خيالات مخيفة في البيت. والتجأت الأكثر من أب كاهن، ولكن يبقى الحال، يا ريت أب كاهن يجي يصلي في البيت ويرفع فيه بخور ويصلي على مية مقدسة ويرشها في البيت، ويريت مراتك تقعد مع أب كاهن تشرح له مخاوفها ايه سببها وجاية منين.